يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم خاصة جدا لأن هي قبل ساعات قليلة من انطلاقة النادي الأهلي في بطولة الدوري للموسم الجديد ومواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى، ودايما البدايات بتكون مهمة. بالتالي في حلقة النهاردة هنتكلم عن كل الكواليس التي تسبق هذه المباراة الهامة، وانت أيضا بتلعب فريق قوي زي فريق مصر المقاصة، فهيكون عندنا تفاصيل كتير جدا وكواليس كتير جدا تتعلق بهذه المباراة. بالتالي كمان سؤال حلقتنا النهاردة بيتعلق بمباراة اليوم وتوقعات حضراتكم ليها وللنتيجة تحديدا. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. والجزء الأخير من حلقة النهاردة هناخد تفاعل حضراتكم، نتمنى كل التوفيق بكل التأكيد للنادي الأهلي، لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي الليلة بداية البحث عن اللقب 43، وكمان في ترند الأهلي إبراهيم نور الدين حكما لمباراة اليوم. أما في الترند العالمي وفاة لاعب سان داونز في حادث سير. طيب قبل ما نخش في التفاصيل خلينا نشوف أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات في العالم. نبتدي بالدوري المصري، هو الأهم بالنسبة لنا، وخصوصا أن في مباراة مهمة جدا هي مباراة النادي الأهلي. دي هتكون مباراة في تمام الساعة 7:30 مساء مع فريق مصر المقاصة. هيسبقها مباراة ابتدت في هذه اللحظات ما بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي، مباراة أيضا غاية في القوة الندية. لكن في المقابل الدوري الانجليزي ايضا بيشهد عدد من المباريات، مباراه ساوثامبتون وشيفيلد يونايتد، دي مباراه اتلعبت وانتهت، النتيجه مش عارف كام مش ظاهره عندي، لكن خليني اقول لحضراتكم ان في ايضا بعض المباريات الاخرى ما بين كريستال بالاس وتوتنهام. توتنهام متقدم بهدف لهاري كين من صناعه سون، وده هدف متكرر على مدار الموسم، سواء ده بيصنع لده او ده بيصنع لده. حتى الان المباراه شغاله 1-0 لتوتنهام. فولام وليفربول دي مباراه مهمه جدا، نجمنا المصري محمد صلاح الساعه 6:30 مساء، وارسنال مع بيرنلي الساعه 9:15 ان شاء الله، مباراه تشهد مشاركه نجمنا المصري الاخر محمد النني، ومباراه اخرى في نفس التوقيت الساعه 9:15 ما بين ليستر سيتي وبرايتون. اما في الدوري الاسباني في عدد ايضا من المباريات الهامه، ريال سوسيداد مع ايبار، مباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، ريال بيتيس مع فيا ريال هتبتدي كمان ربع ساعه من دلوقتي، إليتشي مع غرناطة دي مباراة هتكون الساعة 7:30، وبرشلونة مع ليفانتي الساعة 10 بالليل. مباريات الدوري الإيطالي، كالياري بيلاعب إنتر ميلان، وفي مباراة أخرى أيضا شغالة دلوقتي ما بين أتلانتا وفيرنتينا، 1-0 أتلانتا متقدم حتى الآن. بولونيا خسران بنتيجة كبيرة حتى الآن من روما 5-1، والمباراة لسه مستمرة. ايضا في مباريات اخرى في الدوري الايطالي، نابولي مع سامبدوريا تعادل سلبي، ومباراه ايضا شغاله في هذه اللحظات، وجنوا هتلاعب يوفنتوس الساعه 7 بالليل، وميلان الايطالي مع بارما الساعه 10 الا ربع. دي اهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالميه. طيب في الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا جدا وانا هتكلم بخصوص قناه النادي الاهلي، ودايما الواحد بيشعر بالفخر الكبير ان هو بينتمي للنادي الاهلي في الاول، مؤسسه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، وايضا الواحد سعيد ان هو يعني جزء من قناه النادي الاهلي. فالجائزه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دي نتاج مجهود كبير جدا لكل العاملين في قناه الاهلي. دي كانت جائزه مهرجان نجم العرب، وقناه النادي الاهلي فازت بافضل قناه رياضيه عربيه، وده انجاز كبير جدا في مده زمنيه قصيره، انت قدرت ان انت تكسب جائزتين. ان شاء الله نتمنى الجائزه الثالثه تكون في السكه على غرار ايه؟ الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اللي فاز بالثلاثيه هذا الموسم، وعشان نبقى ماشيين مع بعض ايه على خط واحد باذن الله يعني. دي لقطات من الحفل اللي كان بالامس واللي شهد تتويج النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي تحديدا بهذه الجائزه الغاليه. الجائزه الاولى كانت من شهر قبل دلوقتي تحديدا، ده طبعا الاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف، وهو بيتسلم الجائزه الاستاذ الاستاذ طبعا ايهاب الخطيب المدير العام لقناه النادي الاهلي، ويعني امور مهمه جدا كمان الاستاذ باسم عزمي المدير التقني لقناه النادي الاهلي. الجائزه الاولى كانت من قبل شهر من دلوقتي، كانت مهرجان الفضائيات العربيه، دي كانت الجائزه ايضا اللي فاز فيها او فازت فيها قناه النادي الاهلي بافضل قناه رياضيه عربيه. ان شاء الله نتمنى دايما جوائز كتير لقناه النادي الاهلي، وكل الشكر كل الشكر
لكل القائمين والمسؤولين عن قناه النادي الاهلي، بدايه من الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركه استادات، الاستاذ محمود عدلي مدير التنفيذي لشركه لايف، الاستاذ ايهاب الخطيب المدير العام لقناه الاهلي، والاستاذ باسم عزمي المدير التقني لقناه الاهلي. وفي الحقيقه انا بشوف دايما كل ما القناه تكسب جايزه فده بيدي مسؤوليه اكبر على كل العاملين في القناه، سواء مذيعين، معدين، فنيين، مخرجين، اي حد شغال في قناه النادي الاهلي بيبقى عليه مسؤوليه متضاعفه، لان انت ما بتوصلش لمرحله وتقف عندها، لا دي سمه كمان اساسيه في النادي الاهلي، انت دايما محتاج تتطور، دايما محتاج ان انت تزود رصيدك من الجوائز، محتاج دايما انك ترضي جمهور النادي الاهلي رقم واحد، وايضا جمهور الرياضه المصريه بشكل عام، لان قناه النادي الاهلي مش قناه متعصبه، قناه النادي الاهلي هي قناه داعمه للنادي الاهلي، وهنفضل داعمين دائما وابدا للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق، والف مليون مبروك لقناه النادي الاهلي وكل العاملين فيها ولكل جمهور قناه النادي الاهلي في كل مكان، وهي دي الجائزة زي ما حضراتكم شفتوها، وإن شاء الله جوائز أخرى عديدة في المستقبل. خلينا نروح نشوف التقرير الخاص بهذا الحفل وبعديه فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم عن مباراة اليوم الهامة أمام فريق مصر المقص. يلا الاهلي بالنسبه لي دمي وحياتي وانا اهلاوي صميم يعني. مبروك للاهلي. في بيت بابا واحنا صغيرين جدا اطفال كان يعني اكتر حاجه بتخلي البيت سعيد اكتر من العيد، اكتر من اي حاجه بتحصل في السنه، لما الاهلي بيكسب بابا ممكن يقعدنا شهر قدام في سعاده مش طبيعيه. يا رب الكره في مصر تتطور اكتر 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 لحد ما نوصل للحاجات الغريبه اللي بنشوفها بره دي ان شاء الله. الاهلي النهارده الف مبروك لقناه الاهلي، برده افضل قناه في 2020، واحنا كنا مع بعض برضو في مهرجان القنوات الفضائيه، ان شاء الله انا مع بعض في دير جيست، فان شاء الله خير يعني، والف مبروك للاهلي ولقناه الاهلي. الاهلي حبيبي طبعا. احمد اهلاوي وقال لي تبقى اهلاوي، قلت له يا عم انا اصلا ما بفهمش في حاجه. ربنا يا رب يفرحنا دايما، ودايما النادي الاهلي فوق الجميع. انا مبسوط ان هو قفشه، كان قفشه هو اللي جايب الجون، فهو قفشه صاحبي وشيكابالا صاحبي جدا وحبيبي، بس انا قصدي بحب اصدر اللي هي الروح الحلوه دي، ان انا مش شايف ان لسه كاتب بوست النهارده على تويتر ان هو انا مش شايف يا جماعه التعصب ده يعني بيميزنا في حاجه، ربنا ادانا رحمه وعقول يعني. اهلاوي انتماء بس مش متعصب، انا ما عنديش، انا اصلا ضد التعصب، ما فيش حاجه اسمها يعني تعصب في الرياضه دي، مش قادر افهمها بصراحه، فانا متاكد ان الجمهور الواعي مش هيبقى متضايق مني في الاخر، لان هو الجمهور بيحب يعني عندهم عمرو دياب مثل زملكاوي هايل، محمد منير مثل زملكاوي هايل، فليه الجمهور الاهلاوي ما زعلش من الفنانين دول؟ مباراة اليوم مباراة غاية في الأهمية للنادي الأهلي أمام فريق مصر المقاصة في بداية مشوار جديد وموسم جديد للنادي الأهلي، إن شاء الله يكون موسم سعيد على غرار الموسم السابق، ويستطيع النادي الأهلي من خلاله تحقيق العديد والعديد من الألقاب الهمة. البداية ببطولة الدوري، دايما البدايات والانطلاقات يجب أن تكون قوية، ممكن ما تكونش هي يعني تدي إيحاء بالنهايات في معظم الأحوال، لكن دايما أنت تعمل اللي عليك وتحاول تبتدي بشكل قوي علشان تقدر تكمل الموسم بدفعة معنوية مميزة، وبالتالي تقدر تفوز باللقب رقم 43 في تاريخك بإذن الله تعالى بالنسبة للنادي الأهلي. البعض ممكن يكون بيتكلم على أن فريق مصر المقاصة باع عدد كبير من اللاعبين وبالتالي المباراة ممكن تكون سهلة، لا إطلاقا، احنا شايفين بطولة الدوري بادية بشكل يعني قوي جدا، مباريات كلها غاية في المتعة والإثارة والندية والقوة،
مختلف المباريات اتلعبت على مدار اليومين اللي فاتوا، نتائج جيده، في يعني اداء اكثر من رائع من معظم الانديه اللي لعبت او الفرق اللي شاركت حتى الان، وده ناتج عن تلاحم المواسم، ان انت ما كانش في فتره راحه، فالكل في جاهزيه بدنيه وفنيه جيده، وده ادى بالنفع على مستوى بطوله الدوري منذ البدايه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق في مباراه اليوم. في نفس الوقت عايز اتكلم على فريق مصر المقاصه، لان مصر المقاصه على راس الجهاز الفني الكابتن ايهاب جلال، والراجل كميته ماشيه جدا مع فريق مصر المقاصه، ونجح في اكثر من مناسبه ان هو يبني فريق جيد لفريق مصر المقاصه. فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه، حتى لو هم باعوا عدد كبير من اللاعبين، انت واخد كل مباراه بمنتهى الجديه علشان تقدر باذن الله تحقق اهدافك المختلفه بدايه من هذا الموسم وبدايه من بطوله الدوري العام. خليني اتكلم مع حضراتكم في بعض الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الفرقتين مع بعض. الاهلي والمقاصه لعبوا 18 مباراه قبل كده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، الاهلي فاز في 12 والمقاصه فاز في 2، اتعادلوا في 4 مباريات من ال 18، الاهلي قدر ان هو يحرز 32 هدف، في المقابل فريق مصر المقاصه احرز 14 هدف في شباك النادي الاهلي. بيدير لقاء اليوم ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، وسبق وان ادار 29 مباراه سابقه للاهلي، فاز معه الاهلي في 22 وتعادل في 6 وخسر في مباراه واحده. احتسب نور الدين 16 ركله جزاء منهم 10 للاهلي و6 للمنافسين، اشهر 14 كارت احمر منهم 5 للاهلي و9 للمنافسين. ادار للاهلي 4 مباريات في الموسم الماضي، مباراه واحده انتهت بالتعادل وثلاثه انتهوا بفوز النادي الاهلي، كان منهم فوز في اوقات قاتله زي مباريات حرس الحدود وبيراميدز والجونه، وكمان طرد 2 من لاعبي النادي الاهلي الموسم الماضي اليو ديانج واحمد فتحي. دي اهم الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي. افكر حضراتكم سريعا بقائمه الفريق لمباراه اليوم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود وحيد، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه، بدر بنون، علي معلول في خط الدفاع، اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، كهربا، محمد شريف في نص الملعب، معاهم طبعا ناصر ماهر ومجدي قفشه واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم كل من صلاح محسن وايضا جيرالدو. بيغيب عن النادي الاهلي كل من مروان محسن وجونيور اجاي وحسين الشحات طبعا الاصابات المختلفه لكل لاعب. خلينا نطمن بقى على الفريق قبل يعني حوالي ساعه ونص من المباراه او ساعتين، ونشوف ايه اخر الاخبار والتطورات واخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي قبل مباراه المقاصه. عشان كده خليني سريعا ارحب بزميلي الاعزاء شريف شعبان من فندق الاقامه الخاص بالنادي الاهلي قبل التحرك لملعب المباراه، ومن ملعب المباراه فاروق صلاح في الاستاد واستاد الاهلي والسلام، نطمن من خلالهم على كل الكواليس قبل مباراه اليوم. نبتدي بشريف. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي للزميل المتالق فاروق صلاح، وباذن الله يا رب يكون وشه جميل والاهلي يفوز النهارده باول 3 نقاط. من فندق الاقامه الاهلي هيتحرك بعد اقل من 10 دقائق وتوجه طبعا الى استاد الاهلي والسلام عشان مباراه الاهلي والمقاصه باذن الله في افتتاح الدوري رقم 43. يا رب باذن الله يكون الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي، والاهلي يقدر يحافظ على لقبه عشان نقرب خطوه بعد خطوه عشان نعلق النجمه الخامسه باذن الله بعد ما نوصل للبطوله رقم 50 باذن الله، عشان باذن الله باذن الله يكون 5 نجوم فوق، وباذن الله يكون وصلنا للنجمه العشره فيما لا يمكن اكتر من نجمه 10 كمان باذن الله، عشان يبقى التيشيرت كله نجوم. وهو ده النادي الاهلي، عاوز تدور على القاب، عاوز تدور على بطولات، دور على طول على النادي الاهلي. يا شريف طمنا على الاخبار عندك، اهم الكواليس، كيف يستعد النادي الاهلي لهذه المباراه، المحاضرات الفنيه مدادها الزمنيه وكل ما يتعلق بالفرقه يا شريف. يمكن الاهلي بدا يوم النهارده في 9:30 صباحا، كانت وجبه الافطار وجبه اجباريه لكل اللاعبين، الغداء كان الساعه 1:30، يمكن المحاضره كانت الساعه 4، استمرت ساعه على تلت بالتحديد، ويمكن مستر بيتسو موسيماني اعلن في التشكيل جوه المحاضره اللي هيبدا به فريق قدام مصر المقاصه اليوم، والتحرك هيكون الساعه 5:30. طبعا المباراه الساعه 7:30، امبارح كان في محاضره فيديو قدر يعرفهم على نقاط القوه والضعف لفريق مصر المقاصه، حذرهم من خطوره فريق مصر المقاصه، حذرهم من بعض
الاسماء في فريق مصر مقصه، واتكلم على المدير الفني الكابتن ايهاب جلال. يمكن مستر موسيماني مذاكر كل حاجه عن فريق مصر مقصه، ده اللي يميزه من ساعه ما جه، وعارف الاجواء، عارف المدربين المصريين المتميزين، عارف جميع الفرق ما شاء الله، كان مذاكر جدا يمكن كل الفرق المصريه اللي ممكن يلعبها وممكن كمان يلعبها في المستقبل. النهارده مصطفى شوبير الحارس الثالث النهارده كان في قائمه المباراه، كان عنده مباراه مع قطاع الناشئين، ذهب الى المباراه ورجع منذ قليل عشان ينضم الى المعسكر. مصطفى شوبير من الحراس الواعدين جدا لمستقبل النادي الاهلي، وطبعا كل مباراه 99 بيستعينوا بمصطفى شوبير، حارس واعد، حارس جيد باذن الله يكون مدد قوي مع محمد الشناوي سوبر ستار حراسه المرمى في منتخبنا الوطني طبعا والنادي الاهلي. زي ما قلت لك الاهلي هيتحرك بعد قليل، بعد يمكن محاضره استمرت ساعه الا ثلث. مستر موسيماني حريص ان يطول في المحاضرات، يتكلم فيها على الكور الثابته، على الضربات الركنيه، على التكتيك بتاعه، يلعب ازاي، مين اللي ممكن يبدا النهارده، يلعب فيرود، يلعب تحتيه ثلاثه، يلعب فيرود وهمي ولا لا، كل ده هنشوفه باذن الله بعد قليل في السابعه والنصف على استاد الاهلي والسلام، ويا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. يا رب باذن الله. شريف، انا عايز اطمن تحديدا على مستر بيتسو موسيماني بعد استقباله لخبر وفاه موجيكا ماديشا مدافع فريق صن داونز في حادث سير اليم اليوم. طمنا، انت اكيد شفته في الفندق، يعني ازاي استقبل الخبر، وخصوصا ان احنا عارفين مدى قوه العلاقه ما بين موسيماني وفريقه السابق فريق صن داونز ولاعبيه بكل تاكيد. يعني كان ليه كلام معاه النهارده بعد وجبه الفطار، وكان باين عليه الزعل جدا وباين على وجهه جدا، واتكلمت معاه قال لي يعتبر من ولادي وبفقد احد ابنائي يمكن في فريق صن داونز، هو واشاد بروحه الجيده مع اللاعبين واخلاقه العاليه جدا مع اللاعبين، وقال لي كان عنصر مهم جدا في فرقتي، كان حزين النهارده حزن كبير هو وجهازه على اللاعب، ويعني اتمنى له الرحمه طبعا، وبس يعني باين على وجه بيستر موسيماني طبعا الزعل، ولكن قدر وربنا يرحمه ويرحم اسرته يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح لفاروق. فاروق، برحب بيك في البدايه طبعا، وعايز اطمن من خلالك على اجواء الاستاد قبل استضافه مباراه اليوم، المباراه الهامه بين الاهلي ومصر. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لزميلي العزيز شريف شعبان في التغطيه النظر الكافيه والوافيه لمقر اقامه فريق النادي الاهلي. وخليني في البدايه ايضا ان انا ابارك لك وبارك لكل المسؤولين في قناه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي على فوز قناه النادي الاهلي بجائزه افضل قناه رياضيه بالتصويت الاستفتاء للجمهور العربي. طبعا دي بتكلل شغل وتعب منظومه عمل كبيره جدا في قناه النادي الاهلي. نقرب من الصوره بقى ونتكلم على استعداد استاد الاهلي و السلام لاستضافه هذا اللقاء. خليني اقول لك ان النهارده الاستاد بيتزين لاستضافه ضربه البدايه للنادي الاهلي واول خطوه نحو الوصول للدرع رقم 43 ومواجهه فريق مصر المقصه. عايز اقول لك اللوحه فنيه اكثر من رائعه. الاستاد يعني زي ما قلنا بيتزين النهارده لاستضافه هذا اللقاء، تجديد تام من قبل المسؤولين. طبعا انت عارف ان المباراه من تنظيم النادي الاهلي، تجديد تام على كافه الاجراءات الاحترازيه، ايضا المراقب الطبي الموجود من قبل الاتحاد المصري بيتابع كل الامور، بيراجع كل الامور الخاصه بالتعقيم سواء في غرف خلع الملابس او غرف الحكام، وايضا الاماكن اللي هيكون متواجد فيها سواء الصحفيين او بعض من الجمهور، تجديد تام على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. طبعا انت عارف في تجديد تام طبقا للبروتوكول الموضوع من وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه يا امير. ايضا لو هنتكلم بقى على اللقاء يا امير، انت عارف ان ضربه بدايه أكيد. ودايما البدايات بتفرق اكيد طبعاً. النادي الاهلي طبعا تجديد الدوافع، يعني خلينا اقتبس كلمه الزميل كريم احمد في تجديد الدوافع وخلق دوافع جديده لعبة النادي الاهلي. سريعا بنخلق صفحه، بنفتح صفحه جديده، بنقفل صفحه، عمليه تجديد الدوافع. ومستر بيتسو موسيماني واول ضربه بدايه لي مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، يقود الاهلي من بدايه السيزون. طبعا مستر بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره امير كان بيعكف على دراسه فريق مصر المقصه اللي بيقوده جهاز محترم ممثل في الكابتن ايهاب جلال، ودايما من المدربين اللي بيجيد اللعب امام النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني شاهد اكثر من لقاء لفريق مصر المقصه، ووقف على بعض النقاط الايجابيه والسلبيه. طبعا في بعض اللاعبين يعني خرجت من فريق مصر المقصه، لكن بيحتفظ لسه بقوامه الاساسي. انت استعرضت برضو بعض الغيابات يا امير، وبرضو انا هزيد على معلومه شريف لما قال ان مصطفى شوبير، بالفعل مصطفى شوبير كان شارك مع فريق اللي خرج من القائمه وانضم لفريق الشباب اللي كان بيلعب منذ لحظات مباراه امام فريق
الأولمبي في الجولة الثالثة لدوري الجمهورية للشباب على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، ورجع سريعا لمقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان يتحرك. ودايما بنقول عليها اللي هو الدافع يا أمير وحالة التركيز اللي عند النادي الأهلي من الفترة الأخيرة برضو يا أمير، نقدر نقول مستر بيتسو موسيماني طبعا في ظل غيابات جونيور أجايي ومروان محسن وأحمد ياسر ريان، النهاردة في الفترة الأخيرة كان بيستعين بمحمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح، بيجرب محمد شريف. هل يعني مستر بيتسو موسيماني هل هيدفع النهاردة محمد شريف في مركز رأس الحربة من بداية اللقاء؟ أيضا بيميل شوية هنشوف بالزبط. هنشوف كل هذه الامور، مش عايزين نحرق التشكيل او الفكر الفني اللي ممكن يكون عند مستر بيتسو موسيماني. لكن في كل الاحوال انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وبشكرك يا شريف شكرا جزيلا، زمايلي الاعزاء اللي كانوا معانا من مقر اقامه النادي الاهلي وايضا من استاد الاهلي والسلام قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم. ودي كانت كل الكواليس تتعلق بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الترند النهارده، يلا بينا. اكيد في كلام كتير عن مباراه اليوم بين الاهلي والمقصه في ترند الاهلي، بالتالي تعالوا نشوف الصفحات الرسميه على السوشيال ميديا قالت ايه، ونبتدي بصفحه قناه ابطال الثلاثيه اللي هي قناه النادي الاهلي، واللي بتقول تحدي جديد بطموحات البحث عن اللقب 43 في تاريخ نادينا، يلا يا اهلي. وطبعا من خلال صوره لمحمد الشناوي وهو معاه ثلاث القاب في الموسم الماضي، وهم دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، وكاس مصر. ان شاء الله كمان الموسم ده يكون في ألقاب أخرى للنادي الأهلي. خلينا نروح كمان لحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك، واللي بيقول يوم جديد وتحدي جديد ينتظر أبطالنا الليلة. وطبعا صورة لعمرو السلية، وفي الحقيقة عمرو السلية أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار الموسمين اللي فاتوا، لعيب كبير قوي. لكن في كل الأحوال هنا تنويه عن ميعاد المباراة الساعة 7:30 على استاد الأهلي والسلام. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في بداية قوية ومناسبة لبطولة جديدة إن شاء الله. يلا كورة، وحسابهم على تويتر، وبيقولوا مشاركة محمد شريف تشكيل الأهلي متوقع، هنا بيتوقعوا تشكيل الأهلي، وبيقولوا إن هيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، بدر بنون، أيمن أشرف، علي معلول، اثنين في نص الملعب عمرو سلية، حمدي فتحي، قدامهم أفشة، وقدامه الثلاثي طاهر محمد طاهر، محمد شريف، وصلاح محسن، في إشارة إلى احتمالية مشاركة محمد شريف بشكل أساسي، وأنا بقول لحضراتكم ده وارد وبقوة. خلينا نشوف تشكيل آخر أعتقد، أو ده من خلال حساب الوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا ملامح تشكيل الأهلي أمام مصر المقصة، خط هجوم استثنائي، في إشارة برضو لمشاركة بعض الوجوه القديمة الجديدة فيما يتعلق مثلا بصلاح محسن أو محمد شريف ربما يكونوا متواجدين، بالإضافة لبعض الصفقات الجديدة ربما طاهر محمد طاهر يشارك، ممكن نلاقي كهربا كمان بيشارك النهاردة بشكل أساسي. عموما خلاص كلها يعني ساعة أو أقل كمان من دلوقتي نعرف تشكيل الرسمي للنادي الأهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل كل الأمور اللي تتعلق بترند الأهلي، يلا بالترند الأهلي. وفي الحقيقة في تويتة مهمة جدا من الأستاذ يعقوب السعدي الإعلامي الكبير والشهير، وتوابع حلقة الجمعة الماضية حلقة الكابتن محمود الخطيب على شاشة قناة النادي الأهلي، والراجل قال إيه في الحقيقة؟ قال شكرا لمصر وأهلها، شكرا للمشاهدين الذين حلقوا بأمسية النجمة التاسعة، وحوار الأسطورة الكابتن محمود الخطيب فوق هامات السحاب، محققين أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري، قطعا مصر وبيبو والأهلي منتهى أمل أي إعلامي، شكرا مصر ساكنة القلب والروح. والله إحنا اللي بنشكرك يا أستاذ يعقوب، في الحقيقة عمل حلقة أكثر من رائعة، وهو راجل محترم ومميز جدا بصراحة. لسه كمان مع أستاذ يعقوب السعدي، واللي بيتكلم هنا من خلال حسابه على تويتر عن قناة النادي الأهلي، قال فخور بما شاهدته في قناة الأهلي من إمكانيات تؤهلها لتكون نافذة إعلامية استثنائية بفضل قيادة الصديق محمد كامل رئيس استادات مصر الذي يسكن منطقة الدهشة، ومحمود عدلي وإيهاب الخطيب، وأطمئن الجمهور بأن التعاون مع قناة الأهلي قيد الدراسة، وقريبا ستسمعون ما يسركم، منتظرين بإذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعدين ناخد آخر فقرة في حلقة الترند النهارده. بشكل سريع خليني أخد توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة اليوم بين الأهلي والمقصة من خلال تعليقاتكم على صفحات القناة على السوشيال ميديا. محمد أحمد قال إن شاء الله 2-0 للأهلي، شعبان أسامة قال 2-0 للأهلي،
وكمان محمد جمعه قال 2-0 الاهلي ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وتبقى انطلاقه مناسبه نحو لقب جديد من بطولات الدوري الممتاز، وتكون اللقب رقم 43. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد باذن الله في حلقه جديده من ترند. الى اللقاء. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل